تحت عنوان مواهب واعدة افتتح معرض الفن التشكيلي للهواة والموهوبين من الشباب في صالة المعارض بالمركز الثقافي بحمص، والذي نظمه مشروع مدى الثقافي بالتعاون مع مديرية الثقافة بمشاركة أكثر من 40 رساما ورسامة. معرضنا اليوم معرض مواهب متعددة، ومعرض بيجمع 42 فنان من عدة مدن سورية من الشباب الموهوبين اللي لازم ياخذوا فرصتهم بعرض اعمالهم. وطبعا احنا بمشروع مدى احد اهم اهدافنا هو الشباب اللي لازم نضوي عليهم ونعطيهم فرصه. مشاركين اكثر من 140 عمل مختلف المدارس ومختلف المواد، بين الزياتي، الفحم الرصاص، الماء، الباستيل، أعمالهم بين الانطباعية والتجريدية والواقعية، تعددت مدارس مختلفة كليات. شاركت اليوم معرض مدى، معرض المواهب الواعدة، شاركت بثلاث لوحات واستخدمت خامة الرصاص والفحم، وبعبروا خليتهم يعبروا عن الغربة والشوق من الشوق للغربة. أنا اليوم مشارك بلوحتين، لوحتين بورتريه طبعا، وحدة ألوان سوفت باستيل مع ألوان خشب، والثاني ألوان حبر ناشف. طبعا اللوحتين يعني فيهم توعوية عن الكورونا، وطبعا المرض خلانا نعرض لوحاتنا، خلانا عطانا دعم للفنانين، عرفنا على فنانين كبار، خلونا يعطونا ملاحظات وفادونا بخبرتهم. المعرض فادنا انه كتسليط الضوء على الشباب اللي هلا طالعين فنانين جداد، كانه مواهب باختلاف المستويات، ان كان المستوى انه مبتدئ او متوسط او متقدم. وكمان بيكون فائده انه بنشوف لوحات ما شاء الله انه متفوقه، انه اعلى مستوى. حبيت شارك باربع لوحات ليلي بتحكي عن معاناة اللي نحن عشناها بالسنة الماضية زمن الكورونا. أول لوحة، اللوحة الثانية بتحكي عن المجتمع اللي نحن عايشين فيه يلي هو كله عن الانترنت، الفيسبوك، الانستغرام، اليوتيوب. شاركت بلوحات رصاص وفحم عن شخصيات حقيقية، والمعرض يعطينا فرصة لنعبر عن إبداعاتنا، ونكون عنا فرصة الناس تشاهد إبداعاتنا ونموذج رسمنا. المعرض شكل فرصة للتعريف بالمواهب الشابة ومساحة لإبراز أعمالهم الفنية التي تميزت بمستوياتها والأساليب المستخدمة والمواضيع المتنوعة، إضافة إلى التعرف على المدارس الفنية المختلفة. الأخبار السورية، أسامة ديوب، حمص.